نادي النصر، نادي الاتحاد، نادي الهلال، نادي الخليج. لدينا تجارب عديدة سابقة مع النصر. في الكؤوس لا تعترف بالفوارق الفنية. الخليج قادر على الوصول والإبحار إلى النهائي. حننا على نجاح تدشين النسخة الجديدة لأنها صراحة نسخة غالية على الجميع ورعاية كريمة تستحق مثل هذا الحفل وهذا الحضور، وأتمنى بإذن الله أنها يعني تكون نسخة مليئة بالإثارة والأحداث الجميلة الرياضية التي تبقى في ذاكرة الرياضيين دوما. صحيح الهوية الجديدة تم عرض من اليوم التالي لنهاية مباراة الموسم الماضي والتي امتلك فيها الهلال الكأس، تم مباشرة بدء بإجراءات الهوية الجديدة. طبعا مواعيد المباريات معلنة في الرزنامة في إن شاء الله نهاية تمرين، إن شاء الله تكون مواعيد المباريات حسب الرزنامة المعتمدة. بالنسبة للحضور الجماهيري أيضا موضح في اللائحة، الفريق المستضيف على أرضه يكون له 70% و30% الفريق المباريات الشديدة.